فليتفضل لاستلام التكريم من هذه المجموعة الطيبة من كل بلادنا. أهلا وسهلا بك، ونبارك لك هذا التكريم على جهدك الجبار الذي تقوم به خدمة لشعبك ولأهلك وإصلاحا بين الناس. ندعو رجل الإصلاح بما حضر أبو عيسى أبو تركي من مدينة الخليل لتسلم التكريم تقديرا لجهوده في الإصلاح بين الناس في محافظة الخليل وأيضا على مستوى الوطن بشكل عام، وشكرا له على هذه الجهود الجبارة، وشرف لنا أن نسلمه هذا التكريم. ندعو إلى المنصة الأخ الشاب، لا مش شاب، هو كبير شوي في السن لكن نحن نطلق عليه اسم شاب أيضا، الأخ إبراهيم العتايكة من مدينة رهط، تقديرا لجهوده على الإصلاح بين الناس على مستوى النقب وأيضا خارج منطقة النقب، فليتفضل لتسلم التكريم. ندعو إلى المنصة ابن حورة الأخ سليم أبو الجيعان الذي أيضا له دور مهم جدا في التحرك بين الناس دون أن تحركه، فقط عندما يسمع بقضية معينة يتحرك، وكنا شاهدين على الكثير من القضايا التي وقف وساعد في حلها، فله جزيل الشكر. أهلا وسهلا للجميع، حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا، أهلي وأحبتي آل السيد جميعا وآل أبو عزيز، أبناء أبو عزيز خاصة، طبعا أبناء أبو عزيز وأبو عزيز نفسه شخصيا ووالدي الله يرحمهم كانوا إخوان إخوة، يعني ما كان بقول له مثلا سلفني شيكل أو حاجة، كان بفوت على جيبته وبياخذ البدية. وأهلا وسهلا فيكم جميعا، احنا أهل الصلح، مش لازم يكون مظاهر، ما ودنا دعايات، ما ودنا شيء، ودنا الإنسان لما يمشي في الصلح، احنا بحاجة لهذا الصلح، واحنا بحاجة لأولادنا اللي بروحوا الساعة 1 و2 في الليل، سامحوني بس دقيقة واحدة، احنا أولادنا بروحوا في الليل ما بتعرف مع مين بيمشي مع مين بيجي،
احنا مسؤولين، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. في هذه رساله بان لازم نمشي عليها، ما ودنا واحد يقول لنا امشي اصلح فلان، حتى لو الانسان اللي بين الثاني خصام. بقولوا دائما بالمثل العربي ان يعني اللي بيصلح ممسحه، لازم نكون ممسحه لهالناس ونخلص ايش ما بنقدر نخلصه بقوتنا، مش ان نظل يستنى لما واحد يعزمنا. فوت على اي انسان حتى لو بقول لك روح اطلع اقعد برا اريت البيت، حاول انك تحل مشكلتك. بارك الله فيكم. نشكر الإخوة المكرمين وندعوهم إلى الجلوس لنكتمل الآن ونكمل الفقرة الثانية. شكرا جزيلا لكم على هذه المنصة، شكرا جزيلا لكم. والآن ندعو إلى المنصة الإخوة سعادة النائب.